السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مجددا في قناة مختصون في التبادل المنزلي. تعالى مع بعضنا خطوة بخطوة نشوف احنا بنقسم فريزر وايت ويل إدراج من كارتة لتايمر، ونشوف بعض المشاكل وبعض العيوب اللي لازم الفنيين يخلي بالهم من المواضيع دي بالظبط يا جماعة. وأنا لما بقدم فيديو بقدم لكم في داخل الفيديو شوية حاجات تخلي بالكم منها ونصيحة مني، تابعوا الفيديو جيدا. هنشوف ازاي نحول من ديجيتال لتايمر بكل سهوله وكل بساطه، نلغي كل ده لانها ولعه حصل فيها مشاكل بسبب الميه. دي السلوك بتاعتها مش معقده ولا حاجه وسهله جدا جدا جدا. هقدم لكم الحل بابسط ما يمكن، بسهوله بسيطه جدا او بابسط شيء هقدم لكم الحل. تابع الفيديو معايا خطوه بخطوه، وان شاء الله تنسناش من دعمكم في القناه عشان نقدم لكم كل جديد باذن الله سبحانه وتعالى. يكون عندي جهاز وايت ويل هيتحول من كارت التايمر. ليه هيتحول من كارت التايمر؟ عشان في مشاكل في الجهاز ده لابد اللي احنا نعرفها كفنيين ونتعامل معاها ونكون يعني نخلي بالنا منها جيدا جدا جدا جدا. ده الجهاز من الداخل، ده المروحة بتاعته، ده الاسلكين بتوع المروحة، ده الكويل بتاعه من تحت والسخانات بتاعته وكل حاجة فيه. هنحول من كارت التايمر ان شاء الله بالشكل الصحيح وهنخليه ياباني ان شاء الله. هنحاول ان احنا نتعامل معاه بشكل صحيح، هنقيس كل حاجه خطوه بخطوه، هنقيس معاكم ونوضح لكم الامور. ولكن تعالوا مع بعضنا كده نشوف حاجه مهمه لازم نتعامل معاها في الفريزر ده ونكون واخدين بالنا منها جيد جدا جدا جدا. الفريزر ده من اخطر ما يمكن ومن اخطر العيوب الموجوده داخل الفريزر ده بالذات، الجزء ده بيتعبى ميه واثار الميه باينه، كانت مليانه ميه يعني، والميه اثارها باينه هنا كانت مليانه ميه. كان حصل فيه صيانه للجهاز ده والفني اللي كان موجود للاسف الشديد ما خدش باله اللي هو عامل صيانه من الميه اللي هو يحافظ عليه من الميه، فجاء وعمل سيليكون خارجي، يعني ايه اللي هو عامل سيليكون من بره هنا يعني، وفكر الميه جايه الجهاز من بره خالص، ما يعرفش الميه جايه من الجهاز من جوه، لان الجهاز ده فيه مشكله في العزل بتاعه، فالمكان ده بيتعبى ميه. واحنا كفنيين تبريد وتكييف بنشوف موضوع الميه ده كتير وبنخلي بالنا منه. وانا انصح اي فني لما يجي على فرزه ده يعمل له صيانه يقول للعميل انا هاخد اللوحه بتاعتك ديت احطها بره هنا في ظهر الفريزر هنا، مش مشكله اما ازود الاسلاك دي ازودها شويه واخليها هنا في الظهر، بحيث ابعد الميه خالص واعمل لها علبه خارجيه واعدلها على الميه خالص نهائي واحافظ على الجهاز، او اعمل اواعد هنا واعلي الجزء ده خالص واخلي الجهاز فوق، او اطلع اللوحه ديت احطها فوق الظهر البلاستيك الخاص بالجهاز اللي هو ده فوق خالص واتعامل معاه ويبقى العمل معايا كويس واتعامل معاه وانقذ الجهاز فيما بعد من خراب ممكن يحصل للوح. تعالوا مع بعضنا نقيس الاسلاك ونعرف السيركن هول اللي جاي والسيركن هول اللي رايح، ونقيس كل خطوه في الاسلاك ديت ونعرف الاسلاك فين عشان نقسم. هنقسم ياباني ولا امريكي؟ انا هقسم ياباني باذن الله سبحانه وتعالى. ولكن تعالوا مع بعضنا خطوه بخطوه عشان نعرف الوضع هيبقى عامل ازاي ونعرف نتعامل معاه ازاي بالشكل الصحيح ونتعامل معاه ونشوف. وانا هشوف ان كان الياباني احسن ولا الامريكي احسن، مش مشكلة عندي انا اقسم ياباني ولا امريكي، ولكن انا هقسم من كارت التايمر دلوقتي وهنشوف. انا هشوف الافضل ايه لو ياباني ولا امريكي، انا بيتهيألي على ما اعتقد هيبقى الامريكي افضل له، ولكن خلينا نشوف الاول هنعمل ايه التقسيمة وما اختلفناش في الياباني والامريكي. كل ده هيتشال، هنحاول احنا نحط المكان ده في علبة فوق ظهر التلاجة الفريزر، او علبة في الظهر هنا الخلفي الجزء الخلفي او الظهر خالص وهنشوف. تعالى نتعامل معاه خطوه بخطوه وهنقيس الاسلاك دي خطوه بخطوه وهنقسم وهنقول لكم احنا عملنا ايه في التقسيمه واحده بواحده باذن الله سبحانه وتعالى.
عشان اختصر عليكم الوقت ونبقى مع بعضنا خطوه بخطوه واقول لكم الاسلاك دي ماشيه ازاي من جوه، لازم الفني يبقى عنده خلفيه الاول اللي ممكن يقابلك عطل بالفريزر ده، وعطل خبيث جدا جدا ممكن يخليك تلف حوالين نفسك. ولكن خليني معاك هقول لك العطل ده وانا بشرح لك ازاي هقسم من كارتا لتايمر. خليني معاك الاول كده، انا عندي تحت السخانات وعندي، تعالى كده نتكلم مع بعض واحنا جوه الفريزر عشان نشوف الوضع عامل ازاي. انا عندي جوز سخانات، سخان ارضيه اللي هو ده الالومنيا، وعندي يليه على طول السخان الخاص بالكويل برضك الومنيا. في سخانات ارضيه يا جماعه الومنيا موجوده، مفيش مشكله فيها وجميله جدا، وممكن نستخدمها في تريات الكريازي احسن من السخان الورق، ومفيده جدا 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 ولها مميزات كتير. كلمت عنها قبل كده على الجروب الخاص في قناه مختصون، في جروب مختصون في التبريد المنزلي. ولكن تعالى اشرح لك، هي الثلاجه ليها 2 فيوز، الفريزر ده له 2 فيوز، هقول لك هما بتوع ايه بالظبط فيما بعد، لان انا عندي فيوز خاص بالسخانات وعندي فيوز خاص بالفيشه بتاع الكهرباء اساسا، عشان لازم يكون عندي حمايه للثلاجه، وهم حاطين لك الحمايه من هنا. تخيل بقى لان عندي حاطين حمايه بحيث الثلاجه السخان لو ما فصلش وزاد الكهرباء ازيد من اللازم والسخان اشتغل ازيد من اللازم ومش هيفصل وعلق وما عرفش يفصل الفيوز بتاع السخان، فصل لي فيوز الخاص بالفيشه. فيجي الفني يحط الفيشه ويقعد يلف حال نفسه ويقول لك العيب في الكارتة، والعيب اصلا مش في الكارتة، العيب اصلا في الفيوز الخاص بالفيشه اللي هو الفيوز نهو السلك البني ده يا جماعه، ده الفيوز الخاص بالفيشه عاملين لك حمايه فيوز بحيث لا قدر الله لو السخان علق، لو السخان علق وعيدها تاني وتالت، لو السخان علق والفيوز الخاص بالسخان ما فصلش الفيوز الخاص بالفيشه يفصل. يجي الفني يلف حال نفسه ويحط الفيشه ويشغل الكباس لوحده، يلاقي الكباس شغال يقول لك العيب في اللوحه، وياخد اللوحه يروح يوديها لفني صيانه يصينها يقول له ما فيهاش حاجه، ويجي يلف حال نفسه وده العيب في الفيوز ده. اتكلمت على مشكله قبل كده في الثلاجه المروحه واقفه اصلا مع فيوز زي ده، هسيبه لكم في اخر الوصف ان شاء الله في اخر الفيديو عشان تستفادوا منه باذن الله سبحانه وتعالى. ولكن تعالى هقسمها لك بكل سهوله. انا عندي سخان كله سخان ارضيه وعندي مجموعه اسلاك زي ديت، انا مش عاوزها خلاص، انا فهمتها بالطريقه الصحيحه بتاعتي. تعالى هقول لك نعمل ايه على طول في ساعتها، تعالى هنا واختصرها لك بكل اختصار بسيط. انا عندي دومه ثلاث اسلاك ودومه السلكين الخاصين بالمروحه خلاص، وثلاث اسلاك ده سلك الكومن اللي جاي من الفيوز خلاص، لان نازل تحت واخد الفيوز وراجع تاني عشان يغذي ايه، يغذي الطرف الاسود ده والطرف الاحمر ده، يبقى دوم الطرفين السخان كومن وسخان ارضيه وسخان كويل والمروحه ايه، وده الحساس بتاع الباب بتاع المروحه خلاص كده خطوه بخطوه ايه. ودوم الثلاث اسلاك اللي جايين من تحت، سلك البني اللي داخل على الفيوز ده، سلك البني اللي داخل على الفيوز تحت اللي قلت لكم عليه، والسلك الازرق اللي هو الكهرباء اللي هنغذي منه، يبقى انا عندي بني وازرق اهو، وعندي السلك الرصاصي اللي هو راجع للكباس، السلك الرصاصي ده راجع للكباس خلاص كده، يبقى احنا بقينا نستوعبها واحده بواحده. طب والسلك الازرق ده واخد رالي وطالع لي فوق عشان يكمل لي الدايره بقى، والسلك الرصاصي ده اهو والسلك البني ده اهو، ده الكهرباء مباشره، يعني لو وصلت ده مع ده دلوقتي الكباس معايا هيشتغل، الكباس معايا هيشتغل. نجرب الكباس ونشوف الوضع ونتكلم مع بعضنا خطوه بخطوه. احنا حاطين الافوميتر بتاعنا البنس الامبير بتاعتنا دلوقتي عشان نقيس، وقلنا هنوصل السلك البني مع الرصاصي. ليه ما وصلناش الازرق؟ لان احنا قلنا الازرق ده واخد الراليه ومن الراليه طالع لفوق عشان يغذي لي الطرف الثاني بتاع الكهرباء اللي هو السلك البني. هنوصل دلوقتي وهنشوف الامبير ونشوف الموتور هو شغال. وصل؟ ايوه ده فيش تفوز على طول. وصل دلوقتي وهنشوف عشان ايه نشتغل مع بعضنا ونكون عندنا خلفيه. طبعا الموتور اشتغل والامبير بتاعه نزل اهو، وهنشوف التبريد بتاعه هيكون عامل ازاي. يبقى احنا كده اختبرنا. يعني لو انا حبيت اختبر الثلاجه ديت مباشره او الفيزا ده مباشره واعرف الفيوز الداخلي بايظ ولا مش بايظ عن طريق السلك البني والسلك الرصاصي من الكارتة على طول. طيب انا دلوقتي خدت سلك البني وسلك الرصاصي من الكارتة على طول ولقيته ما اشتغلش،
وشغلت الكباس من تحت مباشرة واشتغل يبقى انا عرفت ان انا عندي الفيوز بايظ او سلك التوصيل بايظ او الفيشة بايظة. جاي شغال وعرفنا ازاي نشغله وشفنا الموضوع الخاص بالفيوز وشرحنا الفيوز بتاعه نظامه ايه بالظبط. ده بداية الكويل مشمع قدامكم اهو. اتابع بقى التلج بتاعه الاول واتابع كل تشميعه الاول 100% عشان نشتغل في التعديل. انا وفرت عليكم الوقت بتاع التعديل. عرفتكم التعديل هيكون ازاي. انا هاجي وهوصل اللي انا عاوز اوصله وهشوف هوصل ياباني ولا امريكي الافضل ليا والاحسن ليا. طبعا هجرب الاول الامريكي وهشوف ان الدايره مش محتاجه ياباني لان شايفها صغيره ومش محتاجه ياباني ويمشي عليها الامريكي 100% عشان خاطر نختصر الوقت ونختصر كل حاجه. المشكله عندي مش المشكله اللي انا اعدل الفريزر ده. المشكله عندي اللي انا احط الدايره بتاعته ديت او التايمر بتاعي احطه في الظهر هنا بعيد على الميه خالص. لان انا نقله مكان مختلف عن المكان ده خالص. وانصح كل فني يجي يتعامل مع الجهاز ده لازم يشيل القطعه دي كلها ويطلعها فوق او ينقلها بجنب فوق البودي زي ما قلت لكم او في اي مكان بعيد عن الميه ده. هنتابع بقيه الفيديو وبقيه الشرح ان شاء الله خطوه بخطوه ونكون مع بعض ان شاء الله واحنا بنقسم الفريزر او هو ما عادش محتاج اللي هو يتقسم لان خلاص طلعت لكم السلك الازرق ده المشترك ما بين السخان الارضيه وسخان الكويل خلاص. وده واخد السورمو فيوز. انا عندي الديسك سورمو ديسك احطه في اي حته مفيش مشكله وابدا ان انا اتعامل معاه وابدا ان انا اخلص كل حاجه والسلوك باينه قدامي وده سلوك المروحه مع التشطيب الفينش هقول لكم عليه. بعد ما انا وضبت العمل ولقيت مكان للسورمو ديسك اللي احطه ال 15 سورمو فيوز موجود وحاجتها وركبت الفيشه مظبوطه هنبدا ان احنا نقفل ديت ونقسم ونطلع فوق عشان نشوف هنعمل ايه بالظبط. انا عندي هشغل السخان الارضيه وسخان الكويل مع بعض في نفس الوقت المده بتاع الاذابه لان هخليها امريكي مش هخليها ياباني. عاوز اخليها امريكي مش هخليها ياباني. وهنشوف هنعمل ايه بالظبط والعمل هيبقى ايه بالظبط خطوه بخطوه مع بعضنا. انا قسمت واخد السورمو فيوز مع السورمو ديسك وقسمت التقسيمه بتاعتنا اللي احنا عارفينها كلها الطبيعيه بتاعتنا. نطلع فوق ظهر عندي هنا السلكين. السلك الازرق ده هيخش كهرباء والاسود والاحمر لا اما طرف سخان الارضيه لا اما طرف سخان الكويل. هجمعهم مع بعض في طرف واحد ويبقى دي عندي سلكين الارضيه والكويل بقى متوصلين. ده طرف مشترك وده لا اما شغل ده لا اما شغل ده شغلهم مع بعض في نفس الوقت. عاوز اخليها ده يشتغل لوحده لمده معينه وده يشتغل لمده معينه او اخلي الارضيه يشتغل طول الاذابه او العكس زي ما انت عاوز زي ما تقسم. المروحه عملت دلوقتي سويتش بتاعها بحيث لما افتح الباب واقفل عرفت مكانه فين وهو السلك الابيض ده الرصاصي لان انا عندي اسود وابيض ورصاصي. الاسود ده حساس والابيض حساس والرصاصي حساس. وعندي تلات اسلاك اللي جايين للكباس من تحت قلت لكم عليها هنبدا نقسم واقول لكم عملت ايه في الاخر مع بعضنا خطوه بخطوه باذن الله سبحانه وتعالى. بعد ما وصلت التوصيله بتاعتي والتقسيمه اللي احنا كلنا عارفينها وقسمت لكم السلوك وعرفتكم السلك ان هو اللي هيبقى سخان والسلك ان هو اللي هيبقى ترموستات وخلاص بقينا عارفين كل حاجه احنا مش صغيرين لحد نفضل نعيد ونزيد في التقسيمه دي. المهم عرفت الاسلاك نيه بتاع السخان والاسلاك نيه بتاع الكومان والخاص بيها قسمت ووصلت الترموستات. وانا هشوف مكان يكون محترم الحاجات دي كلها احطها فيها ولكن قلت اجرب عشان خاطر الاختبار. ولكن وقفت محتار بقى هنا عاوز احط الترموستات. لو هنا نلاحظ نفتح الباب المروحه هتشتغل هنقفل الباب المروحه هتفصل. نفتح الباب المروحه هتقف نقفل الباب المروحه هتشتغل. الترموستات بقى احطه هنا ولا هنا ولا تحت ولا فوق. طبعا جايب ترموستات هوائي فبقيت واقف محتار اركب الترموستات فين بالظبط. عشان نحل موضوع الترموستات فاحنا محتاجين شويه صبر. فانا فكرت ان انا احط الترموستات في المكان هنا مكان الحساس. والعلم يا شباب انا سبت كل حاجه زي ما هي بحيث العميل لو حب يرجع للكرته تاني
بحيث العميل لو حب يرجع اللي هو يجيب لها كراتة تاني ويشغلها يحافظ على كل شيء وكل حاجة تراجع زي ما كانت. طبعا مشغل التلاجة وده بداية التجميد بتاعه اهو شغالة. ولكن عشان احط الترموستات في المكان ده محتاج مني اللي انا اسنطر فتحة هنا من فوق لتحت. انا هجيب مفك رفيع وهنزل بيه واحدة واحدة لحد ما اجي هنا عشان احط الترموستات هنا واخلي الشكل العام بتاعي كويس ورجعها تبقى الاصل. هنفتح الفتحة ونخش مع بعضنا ونشوف هنعمل ايه خطوة بخطوة. بعد ما فتحت الفتحة بتاعتي وسنطرتها من هنا بالظبط وخليتها مية مية ونزلت بالظبط سنطرة نزلت بيها لحد تحت، يبقى انا كده خليت التعديل بتاعي بالشكل العام. بعد ما نزلت بيه وثبته خلاص وتمام التمام احط ترمستاتي هنا وهيبقى الوضع بتاعي وضع زي الشركه بالظبط، مش مبين اي حاجه في تعديله خالص. نشوف الترمستات وهو نازل ونشوف هنعمل ايه. وبكده بالشكل العام اللي انا وضبت ترمستاتي وابدا ان انا اقفل وش ده خالص كده واسيب كل حاجه زي ما هي يا جماعه، بحيث العميل لو حب يرجع لحاجه تاني يرجع لها. الترمستات جوه ومن فوق ماهوش باين. هسوي كل ده وهشغل تاني واتمنى ان يكون فيديو مفيد وفاد الفنيين، وكان كنت يعني عرفت ان انا اوضح الامور كلها عشان خاطر الجهاز. تحياتي لكم جميعا، كان معاكم مدى بالعينين من قناه مختصون في التبريد المنزلي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.